مشاكل المي هلا رح توضح لنا اياها كمان تينا رزق الله. صباح الخير تينا، مسؤولة مكتب شكاوى مياه بيروت وجبل لبنان. صباح الخير بونجور تينا. تينا. بونجور، يسعد صباحكم نتالي وعبدو، كيفكم؟ الحمد نحن لله. منيح انتوا اول الحمد شيء لله. فاتحين ابوابكم اليوم يا ملا؟ بصراحة مش عارفين، يعني اللي قلنا لهم لكل المراكز هيك إذا بيوصلوا. الإدارة، يلي قادر يوصل بيوصل، يلي مش قادر يوصل بنكون ما في، يعني مبدئيا نحن ككول سنتر ما بعرف إذا رح فينا نوصل، لأنه نحن الموقع تبعنا على طريق القصر الجمهوري، يعني شوي ما بعرف إذا رح فينا نوصل بقى. وبقية المراكز كمان كلها زيت الوضع، يعني انتوا ببدارهم شيك عسام الصلح مين؟ المركز كون؟ لا نحن على طريق القصر الجمهوري. نعم اوكي. بنرجع لنحكي اكثر عن مراكز الصناديق. قادرين يدفعوا الناس عن سنة 2021؟ لا بعد بعد ما فتحت الصناديق تبعنا، لغاية امبارح كان بعد ما فتحت، لأنه تتنزل الفاتورة 2022 بقى. بس بدي أقول شغلة، إنه بانتظار الغلا، يعني بانتظار رفع الفاتورة، اتخذ للأسف القرار مثل ما بيقولوا. يعني ايه يعني هي كانت نحن ناطرين بصراحة، إنه مستنظرين إنه تغلى، بس إنه شو بدنا نعمل بالنتيجة؟ تعرفي أنا ما وصلت لي بعد مزبوط إكزاكت، بس الهيئة إنه رح طب تكون اللي متأخر عن 2020 عم بيترتب عليه غرامات ولا مكفية الإعفاء؟ لا هلا اكيد بيكون في، دائما نحن بيطلع في اعفاء، يعني تقريبا 85% عن الغرامات، يعني اوكي. بتكون بتنزل شيء خفيف. واللي في كثير عالم مفكرين انه هلا حتى اللي ما دفع 2021 رح تطلع غاليه مثل 2022، السنه بتكون ثابته، يعني 2021 مثل ما هي. 349 مثل ما هي، بس بيزيد عليها الغرامة، المفروض تكون شيء بسيط يعني الغرامة، بس 2022 أكيد رح تكون غالية للأسف. يعني الصناديق لكن قلنا بعد ما فتحت، واليوم مش عارفين نحن وين رح نقدر نفتح أي مراكز وأي مراكز لا. نعم تينا، عم بيسألونا عن منطقة دهور الشوير، لهم كذا يوم بلا مي، عندك فكرة؟ لا دهور الشوير ابدا ما عندي فكره عنها، على كل حال بجرب هلا، بسال هلا بنجرب، ولسوء الحظ اليوم ما راح فينا كمان نجاوب لانه ويك كول سنتر مسكر. وفي ايام كانت بهيدي الجمعه، يعني نهار الاثنين مثلا صار عنا كمان عطل بالسيستم، كانوا العالم عم بيتصلوا ويفكرونا نحن ما عم نرد، نحن بنكون مش قادرين، بيكون في عطل، يعني كل شيء عندنا الشاشات تكون مسكرة، يعني ما فينا ناخذ اتصالات، مش ما عم نرد، يعني ما يعتبوا علينا بليز، بس نكون موجودين نحن دائما دغري دغري بناخذ الاتصالات هيدي. ايه هلا في عندنا شوية اعطال كمان، الربوة والرابية بصليم بقناية بمصايلي، هولي كلهم والفنار رح يكونوا بلا مي، شيء بسبب انه ما في عندنا مازوت، الفنار لانه المولد تعطل لسوء الحظ، مع انه قديه قضوا بالفنار يعني حرام. في عندنا كمان المسايط براس بيروت عم بياخذوا على الضغط، يعني بيكون شوي قليل عندهم الكميه، يعني بغير لانه عم بياخذوا من ثلث الخياط وعلى الضغط، البقيه منيح. في عنا اللي بياخذوا من المشرف، عم بيكون في عنا تأمين من كهرباء الدولة كمان عم بيعانوا. في عنا بكسر وين فرح باب المولد معطل، مبدئيا بكرة الجمعة إذا الله راد بيصير جاهز، يعني وعدونا أنه بيخلصوا التصليح، وفرح باب ترجع بتاخد عادي، هلأ عم تاخد على كهرباء الدولة. بقية مناطق كسر وين الاعالي بعد على زيت سيستم التقنين، يعني كل اربع ايام تاخذ منطقه، بس دوام طويل يعني شوي كل النهار. وهيك بقيت ما بقى ما في عندنا شيء يسكر، بيت يعني شباب لا كل مناطق المتن العالي ما عندنا مشاكل فيها، يعني الا انه يمكن الدوام يكون خمس قصير. ساعات قليل، اللي عنده مشكلة ببناية أو بحي راجعوا الشركة على 17 13، بلكي في شي عندهم شي عطل بكره يراجعوا لأنه اليوم ما في كول سنتر. لا
أكيد نعم بكره إذا الله راد، وبقيت ما بقى كله منيح يعني، إن شاء ماشي الله خير، الحال. إن شاء الله هلا الأمور تصير أحسن. ناخد كمية الـ كيف بدي أقول يعني، المناطق اللي عنا إياها هو ليه منه كتار يعني، إن شاء الله نضلنا قادرين نقوم بهالقد مناطق، نعطي مناطق يعني، نعم لأنه ما في لكم مثل ما بتعرف الصورة شوي سوداء ما في يعني، شتاء إن من المازوت إن كان تعطل مولد، أو نحن بالكول المتساقطات. سنتر بعدنا لهلا من 8 شهور يمكن اذا بتتذكروا، بعدنا لهلا بلا مولد، عم يعني ما عم نقدر نكون دوام كامل، عم نكون للساعه 2، بقى نعم مشان هيك ان شاء الله بنتامل انه يكون الجاي خير، مش مثل ما نحن متوقعين. شكرا لك تينا، يومك مبارك انت وكل فريق العمل ب يعني مكتب شكاوى مياه بيروت وجبل لبنان.